إذن متابعينا الكرام، مرحبا بكم في مباشر جديد من مدينة الدار البيضاء، وبالطبع من جلبات ديال المحطة الطرقية ولاد سيان. نعرفوا أن المحيط ديال ولاد سيان ولا ديال المحطة ديال ولاد سيان فيه بزاف ديال الناس اللي كينعسوا في هذا البرد هذا في هذا البرد هذا كينعسوا الغطا ديالهم هو هاد البرد، والفراش ديالهم هو هاد الارض البارده. دونك الصوره امامكم كيف ما كتشاهدوا معانا، هي الصوره كتبقى كتبلغ اكثر من الناس انهم يهضروا عليها ولا شي حاجه. لحق الصوره مؤلمه ديال بزاف ديال الناس هنايا اللي نقدروا نشوفوا ونعرفوا انه كاين مختلف الفئات العمريه كاينه هنايا. نعرفوا ان المحطه ديال ولاد سيان هي الوجهه ديال اي واحد جا ندير الدار البيضاء في سكين وتلف كيوقف هنا حدا المحطه. الى جيتي هنا الجنبات ديال المحطه تلقى وليدات صغار ناس كبار. شحال من مره حنا هنا درنا يعني لايفات على قبل الناس اللي كيكونوا هنايا مضرين ولا مساكن فاقدين العائلات ديالهم ولا شي حاجه هكا. الصور اللي كنشوفوها هنا كنشوفوها كذلك في الجنبات ديال المستشفى ديال ميريزكو ولا في المدينة. إذن متابعينا الكرام، غادي نخشمو معكم هذا المباشر، ونتمنى من الله ان هاد الناس يدار لهم شي حل. لحقاش دائما كنقول ان هذا هو دور الجمعيات اللي كنقول يعني ان هذا هو الدور الرئيسي اللي خاص يعاونوا فيه، وهو مساعدة ديال هاد الناس هادو. في ملبس، في مأوى، في بزاف ديال الحوايج، يعطيهم مثلا فين يلبسوا او لا حلول انهم فين يوليو يباشوا او لا ياكلوا، يعطيهم يعني بزاف ديال الامور اللي خاص، بزاف ديال المساعدات اللي خاص هاد الناس. اذا المتابعين الكرام، شكرا لكم، شكرا لكم، نلقاكم ان شاء الله في مباشر اخر. الى اللقاء.